أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الحمد لله ما غرد بلبل وصدع وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح. يا طيور الأنس غني أطرب الحفلة بفني، هاك نظم القول مني رددي نظم البحور. في ضيوف قد أطلوا في سماء الحفل حلوا، أنجما زهرا تجلوا، بارك الباري الحضور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أهلا بكم. ما شعشعت شمس الضحى وما تقاطرت من غيمة أمطار، حلت سحائب فرحتي بحضوركم، وأهل سندبيس في الشعر شموس وأقمار. وتالإيمان والإسلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بيت وحفل من بيوت الله العامرة الطيبة، والتي قد جئناها جميعا بدعوة كريمة طيبة من ذلكم العلم القرآني، نبت بيت القرآن، ذرية بعضها من بعض فهما ذريتان. دعاني ذلكم العلم القرآني فجئت إليه زحفا ها هنا كي نشاركه جميعا فرحته التي ابتدأها بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبقرآن ربنا سبحانه وتعالى المجيد. وحين تحدثت معه قال: أكرمني ربي بخير والد، وأكرم ربي من سماني خالد. فهو علم ابن علم في دولة القرآن. فضيلة القارئ الشيخ خالد أحمد زكي، أو بالأحرى أن تقول له خالد أحمد زكي، والملقب بالرئيس والمعروف في قريتنا وعالمنا بخالد أحمد السيسي. وتالإيمان والإسلام، وما أجمل أن نفتتح حفلنا المبارك بالقرآن الكريم، خير كلام يتلى في عصرنا وفي كل عصر. يقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: والله لو صفت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وتالإيمان والإسلام، نستمع وإياكم خاشعين منصتين إلى صوت من الأصوات الساحرة الزاهرة، صوت حير بقراءته دولة القاهرة، صوت اعتاد على سماعه الملوك والأباطرة، صوت له جمهور يتبعه وسميعة تسمعه. وإن لم تصدق ما أقول فتأمل في قراءته دروسه، جاء مهنئا العريس وعروسه، فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. وتالإيمان والإسلام،
آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والإسلامي. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وله الحمد وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن آياته أن خلقكم أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آه
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لا إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين إن في إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده
وله المثل الأعلى وله المثل الأعلى وهو وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير وللآخرة خير لك من الأولى بسم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك اليتيم فلا تقهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك وأضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة، لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متعلقا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم في رحاب تلاوة قرآنية عطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والإسلامي، مشاركة لأخيه فضيلة الشيخ خالد أحمد زكي في فرحته التي نعيشها جميعا وتعيشها محافظة القليوبية عامة بل وجمهورية مصر العربية. وتالإيمان والإسلام، يحضر معنا حفلنا الكريم كبير مخرجي الصوتيات والمرئيات الإسلامية بجمهورية مصر العربية بل والعالم العربي والإسلامي، المهندس أحمد الجعبري. فمن أراد أن يطلع على حفلنا اليوم فليتفضل بزيارة قناة المهندس أحمد الجعبري العالمي على شبكات الإنترنت ومن الكثير. سيأتي إلى هذا المكان الكثير من أهل القرآن الكريم